احنا في حرب، والحرب يعني ما فيش اي شيء نطعم اولادنا، ولا طحين ولا إيش، حتى الشعير لكن نطبع له الله يعزك الحمار. وبعديها ما فيش اكل، لقيت كمان بالمره الشعير خلص والجمع خلص، فيش ولا شيء ناكل. يعني إلنا اكثر من شهرين فيش عندي حتى طحين، ايش ضل ناكل؟ يعني اللحمه إلنا خمس شهور ما فيش لحمه ولا في اي شيء ناكلها. يعني هاي ابني، هاي ابني محمد، يعني له اكثر من شهرين بيطلب مني خبزه، ما فيش انا عندي والله ولا خبزه ولا عندي اي حاجه. يعني لو بتسال تقول لي ماما بدي خبزه، بقول ما فيش خبيزه بناكلها حاف، حتى الخبيزه خلص، فيش حماصيص، ايش ناكل؟ ضايل اكل اللحمه خلص، ما فيش شيء والله العظيم. انه اكثر هيك من شهرين مش لاقي ايش طعمين، ايش بدنا نلاقي؟ اجيب بسات نذبح للبسات ونشفات، حتى البسات نشفوا، ما فيش نطعميهم الا تجيب البسات تقطعهم ونطعميهم البسات. ايش نسوي؟ نجيب الحشيش نطعميهم حشيش الحمار، خلص الحشيش وخلص الشعير، ايش ضل نطعميهم؟ اكثر من هيك ما ضل الصبر. انت والله العظيم بنتي هذه ثلاث ايام ما يلاقوا لقمه تقولها، وبدك يعني باثنين من يعني ابن جوزي، جوزي 75 سنه، والله العظيم والله العظيم الهيكل العظمي الواحد بقى من طوله ما يلاقي اي حاجه، حتى شربة عظمه ما يلاقي.